سهلة وسهلة، وصرت تعرفوا إنه الفضيحة نصيحة، وخاصة بأمة العرب. ما إلي ثقة أبداً بلبنان، ما حدا. الميكروبيوتيك عندي بالبيت، الصوفية شو ما كان بتجوا على بيت مر ويم ونور، مريم نور، وكل شيء عم بينعطى لحو عندي بالبيت بتاخدوه، وانتو بتحطوا صدقة، انتو شو بتكون بكون بيني وبينكم في حديث، لأنه ما في شيء مجانا، نشيلوا هالكلمة ولكن فيها صدق. هلأ اللي عم بيروحوا بيلعبوا تارو بيعلموكم، حتى لو بدبي وين ما كنتوا، كل واحد منكم هو بيجيب أي تارو أي شيء لعندك لحي. شو معنيت هالتارو كاردز؟ صرتوا تعرفوا إن هيدي قصص، وهالقصص صوفية، والقصة بتحكي ألف حكاية وحكاية، أنت بتفهمها مثل ما بدك. هلا أنا زعلان، بس بدي حد خبروني أنا زعلان. شو بدي بلاش كلها ولا شيء ولا كلها وكلها ولا بجي لأن لا انحمت قلت لك شو. بتروح لعند طبيب نفساني بيبتسم بس ما بيسمع لك. هو لسنس، هيدا كتاب حلو كتير، ما حدا عم بيسمع. وانت بقيته فتح جورة طم جورة بقهم هيك الشجرة هيك الحيط، مشان هيك بيحكوا مع الحيط جبل جبل وجه. انت ارتحت لانك استفرغت او اعترفت، بس ما حدا عم بيسمع. الشجرة بتسمع لك، الطير، العصفور، الحمام، تكون وحدك عم بتغني بس بتسمع حدا عم بيطلع من الحلبة بتسكت. روح على بركة تسبح، مي مسقعة مسقعة مسقعة، أو سخن 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 بعدين مسقعة مسقعة. شوكينج سيستم، صدمة هيك. الصدمة نعمة مش نقمة، نحولها. فإذا أي شيء بدك تعمله، تارو كاردز لحي أنواع كتير فيها، بس كلها بتستعمل لك صحوة داخلية. تروح لعند واحد يبرج لك فنجان القهوة، ما مرة راح حبيبي وحبيب قلبي وما له اسم لعند واحد وطالع ما دفع، قال له ليه ما دفعت؟ قال له ما زالك بتعرف بالمستقبل، يعني منك عارف اني ما رح ادفع لك؟ شو هالكذبة؟ بس انا بحب العب، اليوم بدي احكي عن قصه ما بعرفها، لو انا اعمل هيك هي 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 هيدي لا افطر ضحكه. شو رقمها؟ 60. أنا أكتريتهم يا جماعة مش كلهم بعرفهم، آخر وحدة 60. هلأ الحياة بدون ضحكة نكد، بدك ضحكة. live love life laughter. نحن كل بلد فيها، نحن أبو العبد وأم العبد وأبو الصطيف، أنت الطفايلة هيك مدري مين، كلنا عنا إياها. بس شو بيقولها من ناحية علم وفهم؟ بيقول لافتر، الضحكة هي بتغير الطاقة اللي فينا. هالطاقة يلي بتبقى أنت زعلان، بيجي واحد يخبرك نكتة، تضحك لأنك منك منتظر اللي قالها، صارت احتفال لإلك. يا الله، فإذا فيك تغير موتك إلى قيامة، نعم. في ثلاثة من الصين وهن ميستيكس صوفيين، يعني ما حدا بيعرف أسميهم، بيسموهم هودي هالقديسين الثلاثة اللي بيضحكوا، بيروحوا من بلد لبلد وما فيك تعرفوا إلا بطنهم كبير قد ما بيضحكوا مثل صورة تمثال بوذا. هالثلاثة وين ما لحوا الناس بتلحقون بصيروا يضحكوا معهم، لأنهم بيعرفوا أنه رح يفتحوا هالطاقة اللي فيهم. حول كل الصين كانوا بيروحوا، ومرة كانوا بقرية وقالوا لهم ليكو هلأ في واحد منكم هالثلاثة بده يموت، بتريدوا تسكتوا؟ كل مرة بتضلوا تضحكوا، ما في واحد منكم بده يموت. طيب سكتوا وهن بيحرقوا الجد، واجوا وهيدا ولعوا تاري، هو حاطط اشياء بتتفجر، يعني مثل ما نحن عم نفجر اشياء بالاعياد وهيك تضحك ومدري شو بيحطوا، فرقاع فرقاع هني، وحرق الجتي وهالفرقاع طلعوا تل الارض وكلهم صاروا يضحكوا.
قالوا ما فيهم بدهم يضحكوا هني وأحياء وهني وأموات، بيضلوا يلاقوا لعبة يعملوها. منين إجت هالفكرة؟ هالفكرة إجت تقول لك ما في موت، لا منخلق ولا منموت، إنا لله وإنا إليه راجعون. ولكن إذا أنت بتعرف إنك راجع على البيت، قال له ليش عم تضحك؟ قال له إذا هلأ ما بدي أضحك، وليه أمتى بدي أضحك؟ إذا هلأ اللي عم بيستقبلني ناطرني، فيكن تعرفوا لوين رايحين؟ كيف بعرف أنا جاي على استوديو؟ كيف تعرف رايح تشوف بيك بأمريكا أو خير أو تيكت؟ وهي التيكت كمان متر قماش بتلفه، هي الكفن ونقاش، بشوفك شو عم تحكي. قال إنا ينضح بما فيه، قل لمن تعاشر، هلا قل لماذا تأكل، أقول لك من أنت. انتبه وين ما رحتوا بأي بلد، أنا ببلدي بعرفهم وبدبي ما في شيء أورجانيك أبدا، مش الحق على الحاكم، أنا بشكره ما في شيء ممنوع عنده. في كتير مش شيء ممنوع هون، ما في شيء ممنوع. هيدا شيخ صوفي، هيدا شيخ اجا من اوشو، كذاب هيدا وكذاب هي وكذاب كلهم. ما في مرشد عربي ببعث له ايميل وبيرد. اذا ما بتحترم هالتواصل بيني وبينك ما لقيت. ولكن في نعم مريدين. اذا بدي اعيش بعيش بدبي، بعيش بال عمان، بسلطنة عمان كتير منيح. هلا هو مريض الله يشفيك، لأنه عم بيسمح عم بيدفش المرأة إنها تكون هي كمان واقفة مثلها مثل الرجل. ما في مساومة ولا مساواة، المرأة مرأة والرجل رجل. فإذا وين نقدر نكون نحن؟ كل واحد يقول وين بقدر أكون أنا؟ بحب أوشو وكتابه ما حدا في قشطني علنا. قالوا كيف بتقدر تمسك هيك الكتب وتحطه؟ ما اول ما نزل بابو ظبي بمكتبه الاول برنت، وفات بسياره خليل ابو الشوارب، كان هو مدير عام التلفزيون، ولكن انا فوتته طيارات خاصه. وين ما يروح الطياره الخاصه ابعت كتب. هيدا بخبركم بعدين، هيدا الكتاب حقه دولار، منعوا انه يفوت على الام العربيه لانه هون بتشتري ب30. ولكن اذا بتفوت على الهند فول سيركل، حطوا فول سيركل، اقل من دولار الكتاب. هيدي كانت وصيه اوشو، قال اذا هيدا بيدفع 100 دولار تيعمل مساج، اعملوا له المساج ب20 دولار للهندوسه، الهنود فقراء. اذا الكتب هيدي حق، هيدا لك هيك هيدا لك. في مرة واحد بعده سام موجود قال لي تعي تشوفك أو بجي على لبنان عم بيبرم. هيدا واحد هو رئيس السي اي اي بأمريكا وجي سرطان، حتى أهل بيته خلي يموت المستشفى ويا له الرئيس. بيجي واحد قال له قوم تاخذك على الهند، له شي 40 سنة يبقى مثلا يوشوشني اللي هون المساج ب100 دولار ببونا 3 دولارات، مشي هيك على اليمين وفوتي على هوني، ما رح تدليك بس انا بمشي قدامك وشوفوني وين فتو بتفوتي. ما يخلي خصوص العرب يعني انه ليش بدك تدفع 100 دولار هون؟ خلوا الاجانب يجوا يدفعوا هونيك، انتم فوتوا مطرح الهنود. كثير في هلا صارت بونا ريزورت، بطلت اشرام ريزورت، يعني مش مشفى او مصح او مركز روحي، صارت مركز سياحة للأغنياء. ما زي السواح الأغنياء بدل ما تروحوا هون وهون وهون، تعالوا عبونا قد ما دفعتوا قليل، لأنه اللي رح تشوفوه من الأكل من المحاضرات من الحضرة من الطاقة. بس مريم نور وين ما راحي بأمر من أوشو أعطاهم إشارات فلان وفلان وفلان، ما بيعملوا ولا دورة عنا إياها. هو حطها ببعض من المريدين ومريم
وانا بعطيك اياها لإلك ولإلك ولإلك، بتجوا على البيت بتشوفوها اسمها ديماركيشن لاين، انتوا بتاخذوها هالعلم عند انطون سعاده وعند قرجيف وبحلب بيب كوثر. كلنا فينا نعملها. بتحط تحصين، تحجيم، تحديد، ما بيفوت لك. يعني بتلاقي البناية عندي كلها ما فيني لكم، بتطلعوا بتشوفوا بتوصلوا على الطابق الخامس، انتوا مش بهالعالم. بتفوتوا على البيت غير ريحة، غير طاقة بكل البيت. بتطلع على البلكون بتشم ريحة البطاطا وهيك المقالة، بس ما بتفوت، بفتح البيت ما بتفوت على البيت، بتفوت على المطبخ غير ريحة، بكون فتحت الباب. يعني هالديماركيشن لاين انت بتحطها، انت بتقدر حواليك، كيف بالمسيحية بيقولنا صلب ايدكم على وجهكم بالثلاثة بالخمسة، كيف الأبونا بيقرأ كلمات باللغة الأرامية هذا الكلام الجوهري حتى يفوت فيك، مثل تبقى منتبه شو النكتة وبتضحك، بس تضحك وشو بيحط فيك بالضحكة، بسميها the gap، الفجوة بين هاي وهاي. فإذا انت لا تدرس يوغا ولا تروح أي مطرح، بنوفمبر رح كون معه حتى لي يقول لكل اللي راح يجوا من دبي ومن كل الامارات، ما تروح عند اي معلم، جي يو ار يو، انت الجورو، انت الشافي وانت المعلم، والسر فيك، وما تقري الفاتحه اذا كنت صادقه، وفينا انطوى العالم الاكبر. اي كتاب، اي ورقه بتفتحوها جادجمنت يا حبيبي، انه الحق عليك، انتبه انت اللي عملت هالغلطه. رقم 27 26 27، جادجمنت لو اللي بتحكوا انتبهوا، هاي من الفكر، من منا بلا خطيئه فليرجمها بحجر. والفكر دائما بده يحكم، دائما على طول هو بده يغلبك، انتبهوا، هيدا كافر وماكر وماهر لحتى ما يخليك تكبر، لتضلك انت مدعوس منه. خليك تكون بالنهر، النهر ما معه خريطتك بدروع على البحر، لتكن مشيئتك قال المسيح، واهتزت الاكوان، اسلم الروح، خلص الفطره. هيدي صارت لواحد اسمه لاو تسو بتشاينا، وهيدا لاو تسو ما كان يحكي ابدا، بس الناس بس تشوفه ترتاح معه. كان في واحد بالضيعه اللي هو فيها عنده فرس، وكلهم بيحبوا هالفرس حتى الملك. وجا قال له الملك بيدفع لك بتبيع الفرس؟ قال له لا، ولو عم بيدفع لك الملك رح اشتري مليون فرس. قال له لا، هيدي منا فرس، هيدي مثل ابني، مثل رفيقتي، مثل عشك بهله، بيعها. قال له لا تقولوا هيك، قولوا اجت الملك يشتري الفرس وانا ما بعتها. هلا صار يفهم يعني شو صار. التاني خطوة، one morning، وين هالفرس؟ وين راحي؟ اختفي. شفت قلنا لك بيعه، قال لهم قولوا الفرس منا بالاسطبل، حش تحكموا. هلا هو بيفهم يعني شوي. اجت الفرس وجايبه معها 12 مهر فرس شي هيك. هي معه حق، اسكتوا نحن الهبل. قال له لا، لا تقولوا، قولوا راحت وجابت معها 12. دايما بده هو يفهم. بيقوم ابنه بده يمرنهم تيعرفوا يمشوا هيك، ومثل هديك تصور فرس حلوه كثير وبتعرف تروح وتطلع وتركض وتمشي، يعني فرس متدربه متمرنه. بصير يمرنهم يمرنهم، وبيوقع بيكسر اجره. شفت؟ شفت لو بعتها للفرس كان عطاك مصاري، وما كانت جابت هودي 12، وما كان ابنك وقع وكسر اجره. ما تحكموا هيك، قولوا وقع
عشر أجر. شوي كلهم اجوا، نيالك نيالك نحن اللي ما بنفهم، شو بكم؟ المملكة هيديك بدها تعمل حرب على المملكة هون، ولادنا كلها رح تروح، أنت ابنك واقع كاسر اجره ما بيروح. ما تحكموا، يمكن أنا ابني يموت بالفرشة، وولادكم كلها ترجع وتربحوا المملكة هيديك. هلا صرت عم تحكي يعني؟ قال لهم لا تحكموا. انتو اعملوا شغلتكم. شو صار؟ The old man again، كلكم بتروحوا بعيد، دخيلكم، انتبهوا، ما تحكموا ابدا. يا الله، راحوا على الحرب هوديك وهو بعده قاعد هون ويقول nobody has to judge، ما تحكموا ابدا، لانه في ناس ماتت بفرشتها، وفي ناس ماتت بالحرب، وفي ناس هيدا دورة. نحن لازم ننطر الكتاب كله نقراه، ما نحكوا، ما منعرف شو القدر، قدر القادر وما قدر. كلنا قدرنا لتكن مشيئتك، لتكن مشيئتك. بس ما بقول هيك، بربط الجمل، اعقل وتوكل، بس بعمل اللي بعرفه. بعرف انه المستقبل ما عندي اياه، الماضي مضى والمستقبل غريب. هلا انا بهاللحظه شو فيني اعمل؟ شو ما صار الحمد لله الحمد لله، لتكن مشيئتك لتكن مشيئتك. خبرتكم نحن حرس البنيات بيشطفوا، طفل عمره 20 يوم اخذته الخادمه على الحضانه، زحطت مات الطفل. قلت بدي اعرف امه شو عم تعمل، رحت شفتها، قالت لي منيح ما لما يموت كبير، مات صغير. ما بعرف، بس كنت عم نعمل مانيكير وهيك وهيك. اكيد بعدين اجوا الناس وبكيت وتاثرت، خبرتهم هالقصة، قلت لهم قدر القادر وما قدر، كلنا ما بنفهم، لتكن مشيئتك. ما بنعرف، ما بنعرف، بعرف اني ما بعرف. ما كنت لازم تبعته عمره 20 يوم. لتكن مشيئتك، لتكن مشيئتك. شو عم بصير هلا بالاشرفية، شو عم بصير بلبنان؟ حرب، دمار، هيدا مع هي، مع داعش، مع مدري مين. هلأ زمن العزلة عن الناس، إذا ربي حب واحد من عياله بيعزلوا عن الناس، وما بيتركك وحدك، بيبعت لك حدا، اثنين اثنين، أربعة أربعة، جماعة، لتكن مشيئتك. أنت أمال اللي بتعرفه، بس قال رقبتي طول طول الزرافة، بس بدي أحكم بقهم ابلعهم. كل واحد منا إذا بتشوف عم تيجي أفكاره، الحق عليك الحق عليك، في أربعة هون، في أربعة هون، لو أنت قلت هيك، لو أنت عملت هيك، لو كذا عملت هيك، لو كلنا كلنا ضعاف يا أخوتي، كلنا ما بنعرف، بدي أتعلم من غلطي ومن غلطك. انتبهوا، كل لحظة فيها درس، كل لحظة فيها يقظة. شو درست اليوم؟ شو كان الدرس؟ اكتبوا، كل واحد يكتب شو بدي اتعلم هالجمعة؟ شو عندي الهدف؟ بدي اعمل مصاري، معلش اكتبها، لعلي مش بالميل، في كتاب اسمه I love money. ماشي، شو الدرس عندك؟ ليه ما زبطت هي؟ ليه ما زبطت هي؟ ليش هي لا؟ ليش هي ايه؟ يا الله، قلت بدي روح، وين رحت؟ قدر القادر وما قدر. قصص حلوة كتير. كل الكتب يلي فيها قصص صوفية، قصص هندوسية، القصة بتحكي ألف حكاية وحكاية. منطق الطير يا حبيب قلبي، يا الله، هيدا اللي طارت الطيارة وتأخر ورجع أخذ السيارة ورجع تأخر ورجع وصل على ضيعة، قال يا عمي بدي نام هون عند هالناس. وين فيك تنام؟ قالوا لهون في مرة بتنيم ناس، راح ناس نام عند هالمرة. قالت له انت منين وهيك؟ قالت لي يا الله انا ما عندي تروح لعنده هالضيعه، بهالضيعه في طبيب اسمه احمد علي. قال طبيب اطفال، وانا هالحفيد عندي امي وبي ماتوا، وقال احمد علي بيشفي. قال
هلا انا احمد علي وانا هيدا هو الطبيب والطياره تاخرت والسياره مدري شو صار لها، وبعدين جاي ينام عندي وانا هالطفل جبي. لا يصيبنا الا دايما فكروا القصص الغريبه اللي صارت معكم. وقت اللي هيك قال لي روحي و make me available use all the medias. قلت له مين بده يحطني على وسيلة إعلام بأمة العرب يعني أنا؟ لا شكلي شكل ما عندي تنورة لأرفع التنورة وما عندي أدفع الفاتورة. وخبرتكم رحت عند وحدة صديقة طيبة تقرا كتب أوشو وهيك ورديت على التليفون تعال مدري مين بده إياكي. قالت لي عزمنا. كانت ليلة وقتها تعرفت على غازي كنهان. قال لي كل شيء لك يا أمي اطلبها. ما صوتك كان صوت معلمة. كان هو نقشبندي صوفي بنت 19 سنة. بعدين فات بالسياسة. هي بده مسيح كاثوليكي، هذا بده يرومي، هذا بده سني، هذا بده شيعي. أنا لا أنتمي إلى أي دين، كلمة أنا أنا ونحن نحن. إلى التدين الإلهي. The religiousness of the godliness. الدين معاملة والدين أخلاق، وأرفع طرقات الدين والمعاملة والأخلاق هي الرحمة، وسعت كل شيء ما له وجه وقفه. عشان هيك هلأ زمن التوحيد مثل ما قال الحلاش، قال له بدي أشوفك بإيد هالمجرمين، ما فيك تغشني يا حبيب قلبي. ما حدا مثل تعذب وانقتل. بشكركم اول مره بتوضى بالدم، بشكركم اول مره بتوضى بلساني اطشور لسانه. بكي لما شبلي زت عليه ورده، قال له انت عم بتساوم، هني مش عارفين انت عارف. فاذا نو جادجمنت، ما بنعرف ما بنعرف. بس بعرف اني ما بعرف. عرفت شيء؟ وغابت عنك اشياء واشلاء. ولكن هيك دايما بتشوف انه انت بتجيب هالتار وموجود على كل مواقعنا. ببعث لك يا حبيب قلبي understanding، بدي افهم. شوف هالصورة understanding، under تحت، stand وقاف. هالكلمة اللي اجت understand، وقت عمروا جسر قال له انزل اقعد تحت الجسر، اندرستاند وقف تحت الجسر، وانا بدي مرق كل الكاميونات وكل له. اذا كنت صادق يعني الجسر قوي، واذا كنت لا كذاب انت اللي بدك تموت تحت الجسر. مشان هيك واحد حمصي وواحد من حلب وواحد هيك ثلاثة، بس في واحد حمصي وقت وقع الجسر قال لهم انا عرفت، مشان هيك ما حطيت حجر. مهضومة. ولكن القصة يلي هون هي راهب قال له روحوا ما تحيكوا حدا وبنعخاص الحريم. فهمتوا؟ راحوا وهني وراجعين من هالضفة لهالضفة لقى في مرة صبية عم تقطع معه النهر. قام حملها ومشيوا مشيوا مشيوا اتنيناتهم ما بيحكوا. قال له ما بقى فيني، رح نوصل رح نوصل. مش بس حكاية مرة، حملت على كتافك حملت على ظهرك. قال له أنا نزلتها هونيك، ليش بعدك أنت حملها؟ وصلوا فاتوا لعند المرشد. قال له ليش انت عندك غضب؟ بشكرك انك حملتها وقطعتها الطريق من ضفه الى ضفه. هالضفه وهالضفه ملتقيين بغزه، مش مثل ما عملنا بغزه وعم نعمل بغير غزه. هالجذور مع هالجذور وبيعملوا العطور.
وقت اللي اجى السيف طيقطع شجرة الصندل، يا حبيب قلبي شجرة الصندل عطرت السيف، حملها ونزلها وسط. قال له انت انلايتن استنرت، انت بعد عندك الغضب، انتبه. اذا اجى الخوف واجه الخوف، ان خفتم من شيء ادخلوا فيه. اذا اجى الغضب على طول بيجي الغضب بكل لحظه. عندنا اختبار، الاختبار سبق التعبير، انتبهوا بس تختبروا. نعم، كيف؟ وفسر الماء بعد الجهد بالماء.